تلاقيت مع اندي ديلور في الفندق وراه هو يلعب في المولوديه، نتمنى له كل التوفيق. كذلك سليماني اللي جا اليوم معنا للقاعه وتحاورنا ويعطيهم الصحه وربي يوفقهم ان شاء الله. كاع الرياضيين والله كامل الرياضيين يحبوا بلادهم ويحبوا يشرفوا بلادهم، ان شاء الله نتمنى التوفيق لكل واحد، وان شاء الله الجزائر هذه ربي يحميها وربي يعلي مقامها، ودائما احنا ان شاء الله جاهزين لاي حاجه من اشرف على الوطني عليه.